مكتسبات هامه اذا حقق المغرب. مقترح الحكم الذاتي تعلمون انه يعود لسنه 2007، ما غنطولش في هذا الشيء، اليوم موجود. وارجع المغرب، هذو جوج الاحداث الاساسيه اللي كيشكلوا واحد تحول كبير بالنسبه لقضيه وحدتنا الترابيه. لما خرج المغرب بمقترح الحكم الذاتي، ولما قرر المغرب سنوات بعد ذلك الرجوع الى حظيره الاتحاد الافريقي، وبفعل المبادره الاولى دخل المغرب مرحله ديال استرجاع المبادره على المستوى الدولي، وبدا الطرح المعتمد على تنظيم استفتاء لتقرير المصير يتراجع تدريجيا على مستوى الامم المتحده ومقرراتها، وايضا على مستوى مواقف عدد من عدد لا يستهان به من الدول، مع ضروره بالطبع الربط بين النجاح اللي لقته هذه المبادره وبين ما كان يعرفها انذاك من طفره اصلاحيه هامه على جميع المستويات السياسيه والديمقراطيه والاقتصاديه والاجتماعيه وعلى ارض الميدان. الى ما تفهمتش سمحوا لي نعاود نوقف على هذه النقطه. مقترح الحكم الذاتي من اسباب نجاحه ليس فقط الوجاهه ديالو، ليس فقط الحملة الدبلوماسية التي تمت من أجل إنجاحه، نجح لأنه جاء والمغرب يعيش طفرة إصلاحية على جميع المستويات بهدف توسيع الفضاء الديمقراطي وتوسيع الحريات والقيام بإصلاحات اقتصادية والاهتمام بالشأن الاجتماعي، وكان المغرب آنذاك يعيش تحول حقيقي. فعندما جاء ذلك التفتت عدد من الدول إلى مقترح حكم الذاتي ليس فقط انطلاقا من وجهة طرح المعتمد على الحكم الذاتي، لكن أيضا بالقول هذه دولة على أي حال تتفرد في محيطها بديمقراطيتها الناشئة بإصلاحاتها الاقتصادية والاجتماعية الكثيرة والمتنوعة، وبالتالي هذه دولة في محيط نعلم كيف هو إفريقي عموما وعربي وغير ذلك، دولة تستحق أن ندعمها ونساندها. وهذا الأمر أعتقد أنه دائما يتعين أن يكون حاضر بقوة عندنا. بفعل الخطوة الثانية أدخل المغرب حاضرا على جميع المستويات وخاصة الإفريقية منها. وأذكركم في هذا الباب بأنه لما ما كناش لأسباب كثيرة، هل كان علينا أن نخرج من منظمة الوحدة الإفريقية آنذاك قبل أن تسمى الاتحاد الإفريقي أم لا؟ ذاك موضوع نتركه للمؤرخين، لكن اليوم أصبحنا حقيقة نحتل المواقع، نطور علاقات متينة مع عدد من الدول الإفريقية، ولكل ذلك أولا نوجد، ولو أن الاتحاد الإفريقي ليس هو المحل المخصص لحل هذه المسألة بحيث أنها مخولة والحمد لله إلى الأمم المتحدة، ولكن على أي حال تطرح القضية بشكل أو بآخر والمغرب موجود، وبالتالي لا يمكن أن تمرر أي مواقف عدائية بالنسبة للمغرب، إضافة إلى أننا أصبحنا إلى جانب العلاقات الثنائية التي لنا مع مجموعة من الدول لنا دور كبلد قوي، لنا دور على مستوى الاتحاد الإفريقي. كما مكن حضور المغرب في الاتحاد الإفريقي بشكل فعال وناجح من أن يكون كما قلت الإطار الوحيد لمعالجة الموضوع هو الأمم المتحدة. من خلال ذلك نعلم أزيد من 100 دولة اليوم تعترف إما بمغربية الصحراء أو بمقترح الحكم الذاتي كحل وحيد في إطار السيادة المغربية. كما تم فتح العشرات من القنصليات، عدد كبير من الدول من مختلف الأقطار بالعيون أو بالدخلة، تقييمات تختلف حول أهمية هذا الأمر، لكن على أي حال المسألة فيها رمزية بالنسبة لبلادنا. ومن ضمن الدول اللي عرف موقفها من مسألة الصحراء تحول ملحوظ ووازن، هناك طبعا الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، ألمانيا، هولندا وغيرها من الدول الأخرى الهامة. وفي ذلك أعتقد أنه المسألة تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمغرب.